السلام عليكم متابعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعافيه، تكونوا بصحه جيده، وتكونوا مرحبا ان شاء الله في امان، وتكونوا بخير وعلى خير. واليوم ان شاء الله كما كتشوفوا راني باقا في المدينه، ودخلت هنا واحد المعرض، عرفتي تبارك الله ما شاء الله، هذا الشيء غزال، داك الشيء زوين بزاف، وتحيه للناس ديال ميبيت. المهم عندو داك الشيء غزال، هانتوما شوفو هذا الصنم، هذا عجباتني بزاف، مازال ما عرفتش الاسمنه ديالها، غنشوف الاسمنه ديالها، غنشوفو 8 ريال، هانتوما البنات، غندير معاكم شي دورة هنايا. تبارك الله، هاد المعرض فيه الجديد، وانتوما هاد البلاصة فيها غير البرارد، فيها القرش والطيسان، داكشي ديال الفضة، داكشي زوين، داكشي يعجبكم خدو فكرة. هانتوما ندور نشوفوا الجديد ديال ميدلت، بالنسبه للناس اللي كاينين في ميدلت، هذا المعرض تبارك الله فيه كل شيء جديد، داك الشيء زوين وداك الشيء عجبني. انتما ثم شوفوا هذا الرباي خويا، خويا هاد النبيخيرة، ها اسمك هاد النبيخيرة، هادي ونصنبل ديالها نيت، اشنو مالك لقيتي شي حاجه؟ كاين كلشي موجود تبارك الله، كلشي كاين، شي هذا المعرض تبارك الله فيه الجديد، كلشي تبارك الله فيه الجديد. هانتوما شوفوا الجديد ديال ميدلت، بالنسبه للناس اللي كاينين في ميدلت، هذا المعرض تبارك الله فيه كلشي جديد، داكشي زوين وداكشي عجبني. هانتوما عطيم زهرة، نرجلكم تشوفوا الزجاج، دابا تشوفوا داكشي ديال الزجاج وداكشي اللي بديع، نرجلكم تشوفوا الزجاج، دابا تشوفوا داكشي ديال الزجاج وداكشي اللي بديع، يا انسون بتاعي جاش اجي قرب لهنايا، انا شنو نسبر لي ناسو
ديال الحوت. من هنا الحوايج تبارك الله من داك الشهر فيه. زوينة تبارك الله. تحية لكم المشاهدين ديالي، تحية لكم كبيرة كبيرة بزاف، وتنحييكم بزاف وتنشكركم على التعليق ديالكم وعلى التعليق ديالكم الزوينة، وشكرا لكم بزاف بزاف. المهم غير بغيت نشارك معكم داك الشيء اللي درت، جيت خارجة نخرجكم معايا الناس اللي ما عمرهم شافوا ميدلز يجيو يشوفوها. عرفتي ميدلز تبارك الله عجبتني انا بزاف، والله الا عجبتني بزاف بزاف بزاف. انتما انتما العلاقات عرفتي داك الشيء تبارك الله، ما نقول لكمش داك الشيء غزال. لا عندو الأثمنة مناسبة، هانتوما شوفو زوينين عجبوني، تا هادو غندي منهم شي حاجة إلا صبر معانا، ولا هي صبر معانا راه جاتني شي سام. نقول ما نكذبش عليكم، ما سخيتش نخرج من هذا المريض غير كون هزيت ونديه للمريرس والله. وهنا يا خويا شحال هنا؟ انتوما هاد القريعات ديال الماء تحطهم فوق البوطاجي، بغى يخدم بغى يشرب كلشي تال الزيت يصلحو للزيت.